السلام عليكم ورحمة الله، معاكم محمد سامي. ما تنساش في أول فيديو نعمل سبسكرايب ويا ريت نفعل الجرس، أوعى تنسى. النهاردة الجو جميل جدا والبحر والمية والهوا زي ما بيقولوا، حلو أوي المية والهوا دي. أول حاجة أنا عايزك تستمتع بالمية، انزل المية براحتك، قوم. بعد كده وأنت طالع ما تنساش تبص على الرملة. أوه إيه الجمال ده؟ لا ده في جمال أكتر من كده، هتشوف قواقع وصدف وحاجات جميلة جدا. كله من خلق الرحمن. هو إحنا هنمشي كده ونسيب البحر ومفيش حاجة تفكرنا بيه؟ لا إحنا فنانين الهاند ميد، لازم يكون لينا علامة. إيه رأيكم في العلامة دي؟ هنستغل القواقع والصدف اللي موجود واللي بيطلع على الشاطئ، ونحاول نعمل منه قطع ديكورية أنتيكية جميلة جدا نستفيد بيها كشكل جمالي في البيت، وفي نفس الوقت لما نشوفها نفتكر البحر أو نبقى عايزين نروح البحر. يلا نشوف مع بعض إزاي ممكن نستغل القواقع دي وننفذ العمل خطوة خطوة، وأسيبكم عشان ننزل البحر. السلام عليكم.